تنسيق دائم بين محافظة الفيوم ومنظمات المجتمع المدني بدأت تظهر نتائجه بارتقاء الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما شهدته وزيرة التضامن الاجتماعي برفقة محافظ الفيوم أثناء زيارتها للمحافظة، والتي بدأت بتفقدها مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره ورفع كفاءته والوقوف على آلية العمل بالمديرية في استقبال وإنهاء الإجراءات للحالات الأولى بالرعاية. بعدها شهدت افتتاح مركز لعلاج الإدمان بالمحافظة بالتعاون مع جامعة الفيوم كأول مركز حكومي يقدم خدمات علاج للإدمان بالمجان وفقاً للمعايير الدولية. زيارتي مع معالي المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري هو تنموي بطبيعته، يعني الحقيقة بنتلاقى جدا في طريقة التفكير وطريقة اللي هو التصميم على إن احنا نساهم في تحسين حياة الأسر وفي زيارة بعض القرى الفقيرة اللي موجودة هنا هو ونشوف أنشطتنا. تطرقت الزيارة إلى أكثر من نشاط بدءا من زيارة مديرية التضامن الاجتماعي المطورة، وده مطلوب عندنا احنا كوزارة بنحسن بيئة العمل للعاملين فيها، مش بنحسن قدراتهم طبعا لكن بنحسن ايضا بيئة العمل. الزيارة شهدت أيضا افتتاح مدرسة روتاري مصر النموذجية بمنطقة ديمو، ثم زيارة لمركز يوسف الصديق لافتتاح عدد من المنازل للأسر المتضررة من السيول بقرية الصعيدة، عقبها تفقد مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام وتفقد منزلين من منازل القرية. أنا شايف أن التعاون الوثيق اللي ما بين محافظة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن من ضمن نماذج النجاح الواضحة، ان احنا بنتعامل كفريق عمل، وبان خلال الاشهر اللي فاتت يعني المحافظة تعرضت لازمات كبيرة خلال الفترة اللي فاتت من اول ازمة السيول وازمة كورونا، وكان في دور كبير جدا لوزارة التضامن ومديرية التضامن مع المجتمع المدني بمختلف مؤسساته وجمعياته للتعامل مع ازمات صعبة زي كده وعمل التداخلات اللازمة في الوقت اللازم. أحمد غنيم، آخر النهار.